النشرة الرياضية المفصلة من الميادين. السلام عليكم. مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها مصر بفوزها على إيطاليا وتأهلها للمرة الأولى في تاريخها إلى ربع نهائي مونديال كرة الصالات. منتخب الفراعنة قدم أداء رائعا، تقدم في ثلاث مناسبات وفي كل مرة كان يدرك فيها المنتخب الإيطالي التعادل، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بثلاثة أهداف. لجأ المنتخبان بعد ذلك إلى وقت إضافي شهد تألقا لافتا للحارس المصري جمال عبد الناصر، وتمكن خلاله عبد الرحمن الأشول من تسجيل هدفه الشخصي الثالث في المباراة والرابع لمصر، ليقودها إلى الثأر من إيطاليا التي فازت في الدوري نفسه من النسخة الماضية بخمسة أهداف لواحد. بصعوبة كبيرة تأهلت الأرجنتين إلى ربع النهائي على حساب أوكرانيا. منتخب التانجو عانى الأمرين لتسجيل هدف يتيم، حصل على ركلة جزاء في الشوط الإضافي الثاني ترجمها لياندرو كوزلينو بنجاح. الغزارة التهديفية كانت حاضرة في مباراة أذربيجان وتايلاند، الوقت الأصلي انتهى بالتعادل بسبعة أهداف، فلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي وتمكن خلاله المنتخب الآذري من حسم المباراة بثلاثة عشر هدفا لثمانية. عاد الأهلي من أرض المقاولون العرب بثلاث نقاط ثمينة في المرحلة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم. نادي القلعة الحمراء حسم اللقاء بثنائية تقاسمها محمد نجيب وعبد الله السعيد. الأهلي حقق انتصاره الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، فيما بقي المقاولون من دون رصيد بعد تلقيهم الخسارة الثانية. تغلب الخور على السيلية في المرحلة الثانية من دوري نجوم قطر لكرة القدم. هدف اللقاء الوحيد سجله البرازيلي ماديسون في الدقيقة 77 من ركلة جزاء. الخور حصد أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، بينما بقي رصيد السيلية خاليا من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي. أقال الاتحاد القطري لكرة القدم مدرب المنتخب الأول دانيال كارينيو بسبب سوء النتائج. قرار الاتحاد جاء بعد تكبد العناب خسارتين متتاليتين في مستهل مشواره في تصفيات المونديال. لم يكشف الاتحاد عن المدرب البديل، فيما أشار التقارير إلى إمكانية عودة جورج فوساتي أو الجزائري جمال بالماضي ليقود أحدهما الفريق في مباراته أمام كوريا الجنوبية. سيطرة بايرن ميونخ على البوندسليغا عبر التاريخ وفي السنوات الأربع الأخيرة تحديدا تدفع القيمين على الدوري الألماني إلى استحداث أفكار وأنظمة جديدة لكسر هيمنة الفريق البافاري، فكرة قد تتحول إلى نظام جديد نالت إعجاب الأندية المحلية وقد تكون حلا للحفاظ على مكانة الدوري وقدرته التنافسية مستقبلا. تتويج فريق غير بايرن ميونخ بالدوري الألماني مشهد افتقده عشاق البوندسليغا منذ خمس سنوات. بوروسيا دورتموند آخر من تذوق نخبة الدرع المحلية قبل أن يفرض العملاق البافاري هيمنته ويكتسح جميع الخصوم. سيطرة البافاري أصابت عشاق البوندسليغا بالملل، سيطرة تحمل في طياتها أبعادا اقتصادية وترويجية. انعدام المنافسة قد ينعكس سلبا على تطور الدوري المحلي وقد يؤدي إلى تراجع نسبة المعلنين والشركات التي تستثمر ولها مع الأندية. قوة بطل ألمانيا الاقتصادية جذبت طوال تاريخه أفضل النجوم المحليين والأجانب، وعلى خط موازن تهافتت الشركات الكبرى لضخ أموالها في شرايين النادي لكونه يمثل مادة إعلانية دسمة على الصعيدين المحلي والعالمي. باقي الأندية الألمانية تفتقد قوة البافاري الرعائية، والسبب الأساسي يعود إلى ابتعادها عن منصات التتويج. الرئيس التنفيذي السابق لباير ليفركوزن فولفغانغ هولتس هوبرز طرح قبل ثلاث سنوات فكرة تغيير نظام البطولة المحلية، ما أثار سخرية الأندية والجماهير ووسائل الإعلام. اليوم عاد فولفغانغ وطالب باعتماد المربع الذهبي نهاية الموسم لتحديد هوية البطل. الفكرة لاقت ترحيبا واسعا وتحديدا من بوروسيا دورتموند. المدرب توماس توخيل أبدى حماسة كبيرة نحو اتخاذ خطوة من هذا النوع، ولا سيما أن فرصة التتويج باللقب لأصحاب المركز الثاني والثالث والرابع ترتفع على نحو كبير، وفي الوقت نفسه ترتفع حدة المنافسة والإثارة، ويبقى الدوري مشتعلا حتى إسدال الستار على الموسم، عكس ما كان يحصل في السنوات الماضية عندما حسم بايرن ميونخ اللقب قبل مراحل عديدة على النهاية. مركز أخير في الدوري الإسباني، خسارات متتالية وأخطاء إدارية بالجملة عوامل لم تؤثر في عزيمة فريق فالنسيا الإسباني على المضي قدما لمد جسر التواصل في القارة الآسيوية. عبير ثواتي. إنه فالنسيا حامل لقب لا ليغا ست مرات يتخبط في أزمة منذ الموسم الماضي.
قدوم المالك السنغافوري بيتر ليم كان نطفة الأمل بضخ الأموال وجلب أسماء كبيرة إلى صفوفه، لكن خيبة أصابت كل جماهيره العريضة عبر ترأس تشان لاي هون الإدارة وتحويل الفريق إلى شركة استثمارية بالدرجة الأولى ببيع أبرز أعمدة الفريق كجوميش والكسير ومصطفى. أسوأ بداية للفريق منذ 17 عاماً، وضعت المدربة باكو أيستاران خارج أسوار المستايا بعد 6 أشهر فقط من قيادته دفة التدريب. خلال 5 سنوات 8 مدربين تناوبوا على فالنسيا، لم يفلح أحد في إخراجه من مستنقع الأخطاء المتكررة وإعادة أمجاده، حتى فوزه الأخير على ديبورتيفو ألافيس للظفر بأول 3 نقاط لهذا الموسم جاءت عبر نيران صادقة. وبما أن مالك الفريق من القارة الصفراء، الصين كانت الوجهة لتأسيس أول مدرسة لتأهيل لاعبي كرة القدم. 3 سنوات مدة العقد الذي أبرمته إدارة لوست شي مع مؤسسة جرو إيبل سبورتس. زرع القيم التي يمكن لكرة القدم أن تعلمها للشباب وغرس عشقها لدى الأطفال، مبادئ مشتركة بين مدرسة فالنسيا لكرة القدم والمؤسسة الصينية، كما صرح رئيس النادي الإسباني تشان. التخبط الإداري الذي تعيشه الخفافيش لم يمنعها من التفكير في المستقبل وبناء جسور تواصل بين القارة العجوز والقارة الصفراء. الجريمة المروعة في المكسيك التي أودت بحياة ابنة شقيق رئيس الاتحاد لكرة القدم لا تزال جرحا في قلب العائلة. تفاصيل الوفاة بعد أيام من التحقيق بين الأجهزة المكسيكية والإسبانية في التقرير التالي. لا تزال عائلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنخيل ماريا فيار تعيش حالة الصدمة بعد قتل ابنة شقيقه في مدينة سانتافي المكسيكية. الحديث عن عدم دفع الفدية الكاملة نفاه وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل غارسيا مارغايو بقوله إن الجهة الخاطفة حصلت على طلبها لكن لم يكشف عن أسباب القتل. كلام غارسيا جاء بعد لقائه جوستافو سالاس نائب رئيس مكتب التحقيقات في الجريمة المنظمة. لم نخطئ في المفاوضات لأننا أرسلنا الأموال للخاطفين بعد التأكد من صحة الضحية وبقائها على قيد الحياة. طبعا هناك معلومات إضافية أحتفظ بها للتحقيق. الخارجية الإسبانية وفور تبلغها بالحادثة منذ يومها الأول اتصلت مباشرة برئيس الاتحاد الإسباني الذي طلب إنهاء الموضوع بأسرع وقت وتأمين ما يلزم لعودة ابنة شقيقه سالمة. تفاصيل الحادثة المؤلمة رواها الوزير، ففي 13 من الشهر الحالي خطفت ماريا فيار جالاس من سيارة الأجرة بعدما أنهت عملية التسوق في أحد المتاجر الضخمة. أجبرت على سحب مبلغ من المال من بطاقة التأمين وبدأ الكابوس على مدى 5 أيام وصولا إلى قتلها. الأجهزة الأمنية تعرفت إلى المجموعة من دون تحديد موقعها، لكن مهمة توقيف الجاني لن تكون سهلة في بلد يعد من الأكبر في العالم والعصابات منتشرة في مختلف أرجائه. أما الآن فإلى جولة الصحف ومايك شلهوب. شكرا واهلا بكم في جولة على أبرز عناوين الصحافة الدولية التي نبدأها من إنجلترا مع اليومية ديلي ميل، فقد عنونت بكل بساطة جوزيه مورينيو لا يمكنه إخفاء كراهيته لأرسن فينجر بقوله في أحد الأيام سألتقي به خارج ملعب كرة القدم لتحطيم رأسه. الصحفي بوب بيسلي هو أكثر من يعرف المدرب جوزيه مورينيو وسينشر تفاصيل أخباره في كتاب خاص عنه ليتحدث على نحو موسع عن العلاقة السيئة مع مدرب أرسنال أرسن فينجر الممتدة منذ عام 2004. من إنجلترا ننتقل إلى الأقلام الإسبانية وتحديدا مع اليومية أس التي سلطت الضوء على العلاقة السيئة بين كارلو أنشيلوتي وناديه السابق ريال مدريد ونقلت عن المدرب الإيطالي. الفرق بين بايرن أي فريقه الحالي والملكي أن رئيس النادي يفهم في كرة القدم منتقدا رئيس الريال فلورنتينو بيريز. أنشيلوتي وصف كل الأندية السابقة التي أشرف عليها بأنها تعمل كمؤسسة، لكن ما يميز بايرن هو الحس العائلي.
وإلى الصحافة الفرنسية تحديدا مع فرانس فوتبول الواسعة الانتشار، فقد عنونت بنوا وكاوي وسيلفستر الذين لعبوا مع رونالدو في انتر ميلان يتحدثون عن ثنائية الكرة الذهبية. في ذكرى ميلاده 40 أجمع زملاء النجم البرازيلي على أنه من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، فوجوده على أرض الملعب كان بحد ذاته أمرا مهما بغض النظر عن أدائه. ختام الجولة ستكون لاتينية مع أولي الأرجنتينية، فقد أبرزت كلام مدرب المنتخب إدغاردو باوسا لا يعتنون به. اليومية أشارت إلى إصابة ليونيل ميسي وابتعاده عن الملاعب لثلاثة أسابيع، ما يعني غيابه عن مواجهتي منتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم. باوسا انتقد على نحو لاذع الجهاز الطبي لنادي برشلونة وعدم اعتنائه باللاعب ليونيل ميسي. مع هذا الخبر من الأرجنتين نأتي إلى ختام الجولة الصحفية، والآن عودة إلى متابعة النشرة. شكرا لك مايك. واصلت البولندية أنياس كارادفانسكا حملة الدفاع عن لقب بطولة باسيفيك المفتوحة للتنس المصنفة رابعة عالميا، لم تجد صعوبة تذكر بالتغلب على حاملة ذهبية ألعاب ريو مونيكا بويغ، فحسمت اللقاء بمجموعتين من دون مقابل بواقع 6-2 و6-3. حاملة اللقب مرتين ضربت موعدا في نصف النهائي مع الدنماركية كارولين فوزنياكي الفائز على البولندية ماغدالينت. إلى هنا نصل إلى ختام النشر الرياضية المفصلة، نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم.